الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري هل أقول أعزي إخواني أهني وإخواني، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرفع مقام الشهيد في عليين، وأن يحشره مع زمرة الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. لك الموافقة عظيم أن يرتقي ولدك يا أبا النور، أن يرتقي هذا المرتقى الصعب الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نسير على خطاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا ويختارنا كما اختار هذا البطل، هذا البطل الذي لم يترك معركة إلا وترك أثره بها، هذا البطل
التي قلما أن تجد معركة في الغوطة وفي دوما خاصة إلا وكان من أوائل من غطاها ونقلها. هذا البطل الذي أوصل صوتنا للعالم أجمع عبر آلاف المقاطع التي استطاع بفضل الله عز وجل ثم بهمته وإخلاصه أن يصلها. هذا الموقف يا إخواني لا يجلسه إلا من اختاره الله عز وجل. هذه الشهادة ليست بيدي أو بيدك، وليست بفعلي أو بفعلك، إنما هي منزلة لا يختار الله عز وجل لها إلا من صدق الله عز وجل، فيرد الله عز وجل له صدقا بأن يرفعه في هذه المنازل والدرجات. هذه الدموع التي أراها في عيون الكثيرين ما هي إلا حرقة للفراق. من عاشر الشهيد وكان معه، من رافقه على ساحات الوغى والجبهات، يعلم كم هو مقدام شجاع، وكم يهمه أن ترفع راية الله عز وجل. في هذا اليوم إعلان الجيش الإسلامي، لكم كنا نفتقده، لكم كنا نقول ليته حضر معنا، فقد كان ينتظر ذلك اليوم، كان ينتظر أن ينقل هذا الحدث العظيم الذي انتظره المجاهدون جميعا في الغوطة وفي بلاد سورية كلها. كان ينتظر نور أن يغطي وقايع الجيش الإسلامي، أن يغطي هذا الحدث الجلل. كان يوصل أصوات العلماء والمشايخ إلى أصقاع الأرض في كل جمعة ومنذ الصباح الباكر، كان يغطي دفن الشهداء منذ الصباح الباكر، غطى الكثير من المجازر والشهداء، والأهم من ذلك أنه كان يغطي معارك الجهاد في سبيل الله. وفي المعارك يا إخواني لا يثبت إلا من صدق الله عز وجل. أصيب حبيبنا نور ولكنه عاود الرجوع إلى الميدان، عاود الرجوع إلى أرض المعارك، وبصدق وهمة وعزيمة لم يترك ميدانا ترفع فيه راية الله عز وجل إلا وحضره، لم يترك ميدانا أو خطيبا كان يلهث بتوحيد الله عز وجل إلا وصوره ونقله. لكم أنت فخور يا أبا النور، لكم أنت فخور يا أبا جعفر، لكم أنتم فخورون يا آل الحفير بهذا الشهيد البطل. والله لا نخفي حزننا، الحزن الذي بداخلنا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن عساؤنا عساؤنا أولا وآخرا أنه شهيد بإذن الله عز وجل، وأنه يشفع لأهله، وأنه يشفع لأهله بإذن الله عز وجل. من كان معنا في عدالة وفي حملة الوفاء رأى أن نور كان فرحا بشكل كبير جدا عندما توزع السلات والكفالات على الأيتام. كان يقول لي عندما أرى السلات توزع على الأيتام أشعر بالأجر، أشعر أنه يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. جلس مرارا في توزيع الغذاء ولكنه مل فاشتاق إلى الجبهات. وإخوته وإحبابه يعلمون تماما ما الذي دفعه للذهاب إلى الجبهات. ذهب مرارا وتكرارا وعاد ونفسه تتوق إلى الموقف الذي نراه فيه الآن، نفسه تتوق إلى الشهادة، وقد نالها بإذن الله عز وجل، وقد نالها بإذن الله عز وجل. الرسالة الطاهرة العالية التي كان يقولها نور وأمثاله، رسالة التوحيد ورسالة الجهاد، رسالة باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة الجهاد، رسالة لن ينقلها إلا من صدق الله عز وجل. كان يقاتل من أجل أن يوصل هذه الرسالة. والله هذا الصراخ كلنا نتمنى أن نصرخه، ولكن الموقف شلل، والوقوف أمام الشهيد صعب، والوقوف أمام الشهيد صعب. إخواني أهيب بكم وأحثكم
على متابعة الدرب، على متابعة الطريق، على متابعة الجهاد. فإذا ذهب نور فكلنا والأمة كلها مثل نور. نور هذا البطل الذي دفع حياته من أجل أن ينقل واقع المجاهدين، من أجل أن ينقل واقع الجهاد ورفع التوحيد على مناطق الغوطة. لكم كان فرحا بالانتصارات، ولكم كان فرحا بهزيمة العدو النصيري الغاشم. لا يتصور مدى فرحه إلا حينما يراه عاد من الجبهة وهو ينقل لنا البشرى يا أبا النور، وهو ينقل لنا البشرى. وبإذن الله عز وجل هذا البطل بشرى لك في الآخرة، بشرى لك ولأهله جميعا، ولكم كلكم أيها الإعلاميون، ولكم كلكم يا آل الحفير. هذا البطل وأمثاله ممن ضحى بدمائه، وقبله عبد الله الجيري، وقبله أمام المنسي، وقبله كلهم كانوا على نفس هذا الدرب، كانوا على نفس طريق التوحيد والجهاد، كلهم منارة نقتدي بها ونمشي وراءها. كان يسعى كما نعلم جميعا لأن يصل إلى هذه المرحلة. افرحوا له يا إخواني، واسألوا الله عز وجل له أن يتقبله الله عز وجل في عليين، وابكوا على أنفسكم، واسألوا الله عز وجل أن تنالوا هذه المنزلة، اسألوا الله عز وجل أن تنالوا هذه المكانة، اسألوا الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا وجهادنا، أن يتقبل منا كل ما نفعله في سبيله، حتى نقف أمام الله عز وجل بجروحنا هذه، وبجهادنا هذا، وبثباتنا هذا. كم من شهيد صوره نور، وكم من تشيع حضره نور، وكم من خبر نقله نور، والآن ننقل للعالم أجمع استشهاد نور. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يتقبل الشهيد في عليين، وأن يحشره مع الأنبياء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. استرجعوا يا إخواني وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يصبر قلب أمه، ونسأل الله عز وجل أن يصبر أباه، نسأل الله عز وجل أن يصبر إخوته وخلانه وأحبابه. فوالله يا إخواني الألم أكبر مما نقول، ولكن عزاؤنا أنه بلغ منزلة نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.